البنات مرحبا بكم في قناه حلقات ام مغربيه. اليوم غنشارك معكم ثاني فطوري. كما قلت لكم داك لا فيديو كان وقع لي مشكل في البورطابل، ما للاسف ما غاديش يوصلوا لكم. المهم البنات دابا درت معكم فطوري. اليوم جاي عندي ماما وبابا وخوتي، وبغيت ندير شي فطور يكون زوين. كما كتشوفوا انا دابا مت في الاول جمعت الدار وطيبت الفطور هو الاول، رديت الحريره هي الاولى، ومن بعد درت الخبز. كما كتشوفوا انا دابا صافي طيبتهم كاملين، انا ضروري هذا الخبز منه عندي ضروري. المهم هادو كناكلوهم مع الطاجين. وهنايا عجنت العجينه ديال البيتزا ولي شوسون، درتهم بالزبده. ودابا غادي نمشي باش نقوم بغرير درتو، غير درتو بالفينو ماشي بالسميده. واليوم غادي تشوفوا يعني ديك الطريفه اللي كنت شريت، تشوفوا يعني تعطي رايكم كيفاش كتجي فيها بغرير اللي خديت ديك المره من المشتريات ديالي من المرجان. كما كتشوفوا بغرير درت شويه ديال الملحه، شويه ديال الخميره، ومسبكيه ديال الخماره، وزليفه ديال الفينو، وكاس صغير ديال فورس. دابا غنخليه يخمر. كما كتشوفوا البنات انا عندي هنايا شي كريكعات، شي لويزات كما كتشوفوا، وهنايا شويه الزنجلان وشويه ديال الكاوكاو. من بعد ما غطيب لي هاد الخبيزه ان شاء الله غادي باش نعمر هاد الورقات ديال نصايب بريوات حلوين. غنصايب غير شي شويه، راه ما مصايبش بزاف. هاد الورقه صايبتها في الدار كما كتشوفوا، عطوني الراي ديالكم انتوما، صايبتها راسي تبارك الله صدقات ليا، صايبتها في الدار. ديك النهار صايبتهم مالحين في لا فيديو، درتهم بالبطاطا والفرماج، ودابا غادي نديرهم حلوين. ملي غنحيد هاد الخبيزه غتكون باقا مقله سخونه، غادي ندير هاد الكاوكاو وهاد الزنجلان، وعاد من بعد ندير هاد الكريكعات، وغندير معاهم حتى شويه ديال الزبيب. غادي تشوفوا بريوات ديالي حلوين كيفاش كيجي. ها هي الحشوات البنات ديال بريوات، درت الكركاع واللوز وكاوكاو وشويه الزبيب والزنجلان، وغادي ندير القرفه، وغادي ندير المسكه الحره، وغادي نجمعها بشويه زبيده، وغادي نعمر بريوات. المهم اي استفسار تسولوني يمكن لي ندير لكم فيديو خاص بريوات. بالنسبه للبنات هما شحال خرجوا لي البريوات اللي حلوين، يعني درت غير باش نعمر طبيصيل وصافي. المهم هانتوما حتى حاجه ما تشرا من الزنق. البغرير ديال الفينو ها هو خمر لينا، درت غير شي شويه، كل حاجه درت منها شويه. ها هو بغرير كيطيب. ودابا غادي نجرب لكم ديك المقله اللي قلت لكم. البريره ديالنا وجدات. بالنسبه للي شوستو اللي غادي نصايب مملحات، العجينه راه عجنتها نفس العجينه ديال البيتزا. وهنايا كتشوفوا هذا سميتو كيقولوا لي الصوصات ديال الفرماج، الصوصات العادي ديال اللحم ديال الديك الرومي، درتهم بجوج ميلونجيتهم، غادي نديرهم يتقلاو بجوج في هذه المقيله. وغادي نمشي دابا باش نعمر البيتزا، حميت عليهم البوطه كيجيو زوينين خلطين مع الفرماج مع هذا كيجيو زوينين. غادي نضيف ليها واحد البصيله حميته ونخليها تزيد تقلى. البنات هانتوما كتشوفوا العجينه دابا درت ليها بحال هكذا، وغادي درت هاد الماركه ديال درت هاد الماركه هادي ماريو، كنديرو بمطيشه كيجي بنين حسن من ديال الزيت. المهم غنديرها بحال هاد الطريقه، وغادي ندير عليها الفرماج بحال هكذا. المهم نوريكم الفكره، والفرماج، وهذا هو الشكل ديال النهائي. درت ليها الزيت والخضر، ودابا غنديها الفران. بغيت نوريكم كيفاش كنصايب هاد المملحات، كندير شويه ديال الصوصات ديال الفرماج كما شفتوا، وديال البيبي، كنلوي على هاد الطريقه هادي، كنجمع الجوانب وكنسدهم وكنبدا نزوق بحال هكذا. المهم شي نهار غندير لكم فيديو خاص بهاد المملحات.
كما كتشوفوا، وغادي نديرهم في الطاوله. ما صايبتهم عليها الديكور هذا. دابا درت بريوات كيتقلاو، وهنايا دابا غادي ندير الطاجين ديال الحوت ديال السردين. دابا البنات غادي ندهنها بالصفر ديال البيض. دخلتها طابت، عاد ندهنها بصفرة البيض. يعني علاش درت لها الطريقه باش تنفخ، نتوما كتشوفوا يعني راه ما كتلصقش صافي. وغادي ندير لها كل وحيده غندير لها شويه ديال الفرماج، هادشي اللي كاين البنات. وندخلها دابا عاوتاني تحمر. وبالنسبه لواحد الحاجه قلتهاش لكم، الطاجين ديال السردين ها هو كيطيب. وجبت شي جوج حارات من الفريكو، وبريوات ها هما كنحسن كندير ثلاث الحوايج في دقه واحده. الحمد لله، المهم باش كلشي يجي هو هذاك زوين. البنات الحريره كدور، اليوم درت الحريره والطويجين ها هو ديالنا كيطيب، قرب يتشحر. بيتزا ها هي وجدات، وايضا لي شوسون حتى هما صايبتهم هما وجدوا. البنات هو الفطور ديالي وجد، هو بغرير والعسل والبيتزا والعصير بالبنان والتفاح ولي شوسون بالصوصيص وبريوات بالبطاطا وها الطاجين ديال الحوت والحريره. كنتمنى ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه. السلام عليكم. السلام عليكم بنات. وبالنسبة لشهر رمضان فضاءت سعادة تزيدكم رمضان عند شراء الشهر.